ابني مقيد بالحديد. بهذه العبارة أعلنت أمهات المختطفين في اليمن شعارهن للعيد القادم، إذ كيف يستقيم الفرح في بيت عائلة ونوارة الفرح فيه خلف القضبان ولا يعلم مصيره وكيف يقضي لحظاته؟ صرخات الأمهات هذه المرة أطلقنها من أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء، عل النداء يصل إلى من يعنيه الأمر في المنظمة الدولية. أولادنا ما عرفوا أبوهم منذ 4 سنوات، كبروا وعرفوا أبوهم، أي ابن صغير عاد ولد ما عرف أبوه ولا يعرفه. سرنا وجينا ما حسمعنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العظيم. من أمام مقر المفوضية ناشدت المعتصمات الجميع للعمل بكل وسعهم من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من السجون وأماكن الاحتجاز دون قيد أو شرط. وقبل يومين أيضاً صرخت أمهات المختطفين في عدن بشعار مشابه وقلن لا عيد إلا برؤية فلذات أكبادنا، واستنكرنا حديث البعض بعدم وجود سجون سرية في عدن، وطالبنا وزير الداخلية الميسري بالإفراج عن أبنائهن المخفيين وكشف أماكن احتجازهم ومعرفة مصيرهم. 120 وقفة واعتصاما حتى الآن قامت به الأمهات أمام السجون بلا كلل ولا ملل، وبشكل شبه يومي يطرقن الأبواب في مختلف المحافظات بإصرار، يواجهن صلف الجلاد ويكسرن قيود اليأس ويخترقن حاجز الصمت المحيط. من أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء ونحن نستقبل العيد السادس في قهر وحزن، نناشد كل اليمنيين من مسؤولين ومشايخ ورجال القبائل وإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان بأن يقفوا معنا في صف الكرامة والأخوة والإنسانية. عيد سادس يحل ومئات الآباء والأبناء خلف الجدران يعانون بعيدا عن الأنظار، بينما الساسة يتفاوضون على جولة أخرى للحوار. عيد آخر يطل والأمهات يناشدن أملا في تضامن إنساني من جهات تزايد صباح مساء بحقوق الإنسان وتهتم به وفقا لنوع الضحايا والدول.